أصيب جنديان سوريان بقصف جوي إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق بحسب ما نقلت وكالة سانا السورية للأنباء عن مصدر عسكري في وقت مبكر. هذا وأفاد المصدر أن القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية انطلق من شمال الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها. من جهته أفاد المرصد السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الدماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله اللبناني. وأضاف أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. يشار إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الجديد هو 20 خلال هذا العام. من مدينة كونفنتري في بريطانيا ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بك معنا، كم نقطة تحديدا استهدفتها هذه الصواريخ الإسرائيلية وما هي بالتحديد وماذا خلفت بالإضافة إلى ما ذكرنا؟ نعم صباح الخير. نبدأ مما يذكر بتقرير المرصد أو ما نشر على حدث اليوم. هناك عدد الخسائر البشرية، اثنان من المقاتلين الموالين لإيران قد قتلوا ومقاتل من موالي لقوات النظام وأربع جرحى من قوات النظام، أي بالمجمل هناك 7 قتلى وجرحى بالقصف الإسرائيلي فجر اليوم أو بعد منتصف الليل على منطقة الصبورة في محيط مطار الدماس الذي يعتبر أو استخدم من قبل حزب الله سابقا من أجل التدريب على الطائرات المسيرة. وذكرنا أكثر من مرة عبر الحدث بأن حزب الله اتخذ من هذه المنطقة كمركز للتدريب على المسيرات ومستودعات لتخزين سلاحي في تلك المنطقة العام الفائت. ذكرنا هذا الشيء. نقطتين على الأقل استهدفتها في المنطقة، هي منطقة واحدة التي استهدفت هي منطقة مطار دماس، أي منطقة الصبورة والدماس هي قريبة على بعضها. المنطقة هي منطقة الفرقة الرابعة، لكن حزب الله موجود فيها، لديه مستودعات، حزب الله لديه استخدم مطار دماس من أجل التدريب على الطائرات المسيرة ويخزن في تلك المنطقة ما تعرف بالمواد اللوجستية التابعة للحزب سواء كانت المسيرات أو الصواريخ. أي إسرائيل وصلتها المعلومات، إسرائيل استهدفت هذا المستودع. نعم تفضلي. طيب هذه المواقع بالعادة تضم مقاتلين كثر تابعين لحزب الله، لماذا هذه الرشقات الصاروخية وهي أكثر من واحدة خلفت فقط إصابتين سيد رامي؟ لأن حزب الله، لأن إسرائيل لا تريد قتل عناصر حزب الله داخل الأراضي السورية. ما يهم إسرائيل هو أن تقوم بتدمير المستودعات. لو أرادت إسرائيل قتل عناصر حزب الله، هي تعلم أين موجودين عناصر حزب الله، تعلم أكثر من المرصد لأن لديها عملاء، لديها معلومات استخباراتية. لكن حزب الله ما يهمها بالقصف أن تقوم بتدمير المستودعات، لأن قتل عناصر حزب الله يعني أن حزب الله مجبر أمام الجمهورية على الرد على إسرائيل. هل تمكنت من تدمير المستودعات التابعة لحزب الله أم تسارع إيران في محاولة سد هذا الضرر الذي يحصل وراء كل ضربة، وهذه الضربة هي 20 منذ بداية العام حتى الآن؟ هي دمرت المستودع، المستودع دمر وبقيت الحرائق مشتعلة لنحو 3 ساعات بعد القصف الإسرائيلي إلى أن تلاشى، إلى توقف الاشتعال لوحده. لذلك أقول هي دمرت المستودع، ولكن هل دمرت المستودعات على الآن بشكل قطعي؟ هناك مستودعات، مئات المستودعات موجودة داخل الأراضي السورية، الكثير منها لا تعلمها إسرائيل لأن حزب الله وإيران يعملون على تكتيك اخفاء ونقل السلاح بشكل مستمر، ويعني اعطاء معلومات عن المستودعات وهميه كي تقوم اسرائيل بقصفها. من اين وكيف يصل السلاح الى هذه المستودعات سيد رامي؟ البوابه الرئيسيه هي عبر العراق، عبر معبر البوكمال، المطارات كانت سابقا، ولكن الان السلاح يصل بشكل اساسي عبر البوكمال ومن ثم ينتقل اما عبر حمص او عبر حلب الى ان يصل بالمرحله الاخيره
عند الحدود السورية اللبنانية أو يخزن قرب دمشق. ونعلم المنطقة التي استهدفت في العام الفائت أيضا هي ما تعرف بطريق دمشق بيروت، وهو يعتبر من أهم الطرق الخاصة لحزب الله ويستخدمها في إطار نقل سلاحي الأراضي اللبنانية. طيب هل تسارع إيران إلى تعويض هذا الضرر الحاصل؟ هو معوض، هو لديهم مخزون كبير من السلاح داخل الأراضي السورية. هنا السؤال يعني نطرحه الأراضي السورية تستخدم كمخزن للسلاح، لماذا لم نشاهد صاروخ واحد أطلق من حزب الله أو ميليشيات إيران باتجاه الجولان المحتل لاستهداف القوات الإسرائيلية؟ لم نشاهد أي صاروخ، لم نشاهد أي عملية، السلاح يدمر، السلاح يخزن، الأراضي السورية تستباح من قبل الإسرائيليين والإيرانيين، ولكن دون رد، أي رد، لا من حزب الله ولا من إيران. والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.